السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بإذن الله عرضنا عرض فواخر كالعادة، ولكن النهاردة إحنا من محافظة الغربية من داخل مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني. ولكن مبدئيا أتمنى من كل راجل جدع من عائلة المزرعة البيتي اي حد يتفرج على العرض دوت، يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو عشان العرض دوت يوصل لاكبر عدد من الناس واللي محتاج حاجه منه يستفاد بيها. فخلينا سريعا كده نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عرضنا من مزرعه الدلتا للانتاج الحيواني النهارده استاذ ابراهيم بيقدم لحضراتكم 50 راس خرفان برق حر زائد 15 نتايه، تمام كده؟ 50 ذكر خرفان برق حر زائد 15 نتاية. طبعا حضراتكم شايفين الشغل عامل ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا الشغل نظيف، يعني دايما لما الواحد يشوفه بيعرف ان هو شغل نظيف، شغل الفواخر بتعرف يا جماعة. فحاجة بسم الله ما شاء الله، يا ريت كلنا نذكر ربنا عشان الجميع ياخد حسنات. طيب بالنسبة للأعمار بتاعة الغنم ديت اللي هم 50 ذكر زائد 15 نتاية، الأعمار بتاعتهم بتتراوح بين 3 شهور و 4 شهور، بين 3 شهور و 4 شهور، تمام كده يا جماعة؟ طيب طبعا القطيع كله واخد جميع التحصينات اللازمة داخل المزرعة، جميع التحصينات اللازمة داخل المزرعة. يعني حضرتك هتروح تاخد الخرفان بتاعتك وتروح بيها وهي متحصنة، حضرتك يا دوبك بس هتبدأ معاهم دورة التسمين اللي حضرتك ناوي تبدأها، تمام كده؟ احنا كده عرفنا العدد يا جماعة، العدد 50 ذكر خرفان برق حر زائد 15 نتاية. اتكلمنا قلنا الأعمار ما بين 3 شهور و 4 شهور. طيب مش هطول على حضراتكم، نيجي للأسعار. السعر النهاردة هيكون تحطيم أسعار بفضل الله من مزرعة الدلتا. السعر النهاردة للبيع حبل واحد، وللناس اللي مش فاهمة يعني ايه حبل واحد يا جماعة، الحبل الواحد دوت يعني حضرتك تشتري العرض كامل، العرض دوت 50 خروف و 15 نتاية. لو حضرتك هتشتريهم على بعض هتتحاسب بسعر الجملة ب 2000 جنيه للرأس الواحد، سعر الرأس الواحد 2000 جنيه فقط لا غير، تمام كده يا جماعة؟ ومتاح بفضل الله ان حضرتك تشتري الذكور فقط او النتي فقط، برضو هتتحاسب بسعر الجملة، تمام كده يا جماعة؟ يعني مش شرط ان انت تاخد النتيات مع الذكور، لا، ممكن تشتري الذكور كلها او النتيات كلها وهتتحاسب برضو بسعر الجملة 2000 جنيه. طيب انا دلوقتي راجل عايز حاجة قطاعي، مفيش اي مشكلة، حضرتك هتدخل المزرعة وتنقي الحاجة القطاعي اللي انت عايزها، ولكن الاسعار بتبدأ في القطاعي من اول 2000 جنيه لحد 2500، من اول 2000 جنيه لحد 2500، ده بالنسبة للقطاعي. وعلى حسب الخروف اللي انت هتاخده وعلى حسب الحجم بتاعه المزرعة هتقول لك ده بكذا، تمام كده يا جماعة؟ يبقى السعر الجملة انا شايف ان هو افضل بكتير، اللي هو 2000 جنيه، حضرتك تقدر تشتري العرض كله وربنا يبارك لصاحب نصيب بإذن الله. لو حضرتك عايز تتواصل مع صاحب العرض استاذ ابراهيم على رقم 012-899-49-428، رقم استاذ ابراهيم قدام حضرتك في الفيديو، تقدر تنقله بكل سهوله. ومكان مزرعه الدلتا للانتاج الحيواني بمحافظه الغربيه بسيون، محافظه الغربيه بسيون. وبس كده يا جماعه، كده يكون انتهينا من العرض بتاع النهارده. اتمنى يكون العرض نال اعجاب حضراتكم بالاسعار كمان، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مره تتفرج علينا يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات والعروض اللي بتنزل يوميا. كان معكم محمد مصطفى، اشوفكم ان شاء الله في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بالنسبة لي يعقوب كبير 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 كبير. يعني حتى العربية اللي جت دخل على عبد النبي اللي جيهم كل عبد الأحرار العربية الثانية اللي جت حصلت على مرفع الزعيم. مش هيودي مثلا في الكتير في الآخر ده مش هيسلك زي ما قعد الجنود. أنت يا عبد النبي مرة كده حبيبي بتعرفش هنا. بالي يا عبد كبير 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 بالي يا عبد كبير 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 انت يا عبد الله مش مره كده حبيبي بتعرفش هنا. Yeah.